يوم شو هلو رحب فيكم مشاهدينا الكرام وأولى حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم وراهم شو في انطلاقة دوري زين. اليوم مباراة قمة تجمع القادسية والكويت وانطلاقة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون مميزة. روح معاكم ونعيش أجواء الكويتاوية والقادساوية في وراهم وراهم شو. هيا 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 مخايف. انا مخايف مخايف على هالمستوى مخايف. ولا حاسب انت خايف فارس؟ لا مو خايف. القادسيه اكلك اكل. القادسيه وهو الفريق اللي يحسب له حساب ورب الكعبه يحسب حق منه ورب الكعبه حساب. لا لا احسب حق العربي كابون سالمين. الكويت فريق فارق فنيا والدليل الشوط الاول القادسيه لعب بالضغط العالي هجموا هجمه من ضربه ثابته. انا معدي وانا اعتبر نفسي افضل من الكويت وفوز ضربه حظ حطها جول. شوف انا ماكله مقعده بمكانه. كاس الامير ولي عهد راح ناكله كله. حلو. الحين راح ناكل كل الدوري. احنا لا ماشيين ويا يعني الحكام الاجانب ولا راضين بحكام الكويتيين. حلو. شو اقول؟ لا تزعلون ترى فريقكم زين واقسم بالله فريقنا زين وان شاء الله اللي قدام بنشوف شيء اللي يصيركم. من الحين خذوا من السالميه خذوا من الكويت خذوا ما بقى مكان اخر شيء يعني معسكر اربع تعادلات هي تفوز على الكويت. انا اقول القدساويه اليوم جايين وجايبين بالرحمه جايبين لعيبه واجد بس نادي الكويت كعبة عالي عليكم. والهدف الأول 1-0 على القادسية في بداية الدوري بس بنهاية الشوط الأول. حلو بس بداية زينة. بداية رائعة. حلو صج اللعب موتر شوي مع هالجو. حلو لكن الحمد لله أنا وجهة نظري ممكن يرجع في أي لحظة صراحة في أي دقيقة في أي ثانية الفريقين قاعد يلعبون تمام. حلو. ما أكذب على هالجو على هالجو مستوى على مستوى ممتاز. هل أنت نفس عندك كثر قدام القادسية يعني باعتقادي ما جامل بعد لنا جولين. حلو ها الشوط الثاني. اي انت مو خايف من القادسية؟ انا مو خايف مو خايف على هالمستوى مو ولا حاسب. انت خايف فارس؟ لا مو خايف ما نخاف الا من الله بس خلاص ما نخاف له بس القادسية كبيرة. لا 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 ما يخوف كلش ما يخوف. لا جديدا والله لا تحكي انت قدامك وانت قدامك تحكيم فوز انت تفوز على يعني طايع يفوز على الكويت شباب متى يلا اتذكر احنا تاريخنا القادسية القادسية اكلك اكل. والله اكلك انت الحين تقدر على الكويت شلون بقدر على الكويت انت زين انت شنو تاريخ الكويت قول لي شنو تاريخ الكويت قول لي شنو تاريخ الكويت ماخذ بطولات اكثر من متى منو ماخذ الدوري اكثر ما عليك تخلي الدوري مره واحده يعني بس لا ما طلع ذاتك علي طلع ذاتك في ملعب حكم وياك اجنبي الدنيا كلها وياك اجنبي كوايه طح طيحه اعطيتني احمر طايح اللاعب اعطيتني شدله. وللحين 1-0 للحين انت صامد امام القادسية صامد لا مو صامد هذا الكتاب واضح من عنوان من قبل المباراة بس عيد الله. ما في هو كتاب هو نوع من الملف يتسكر تبطل يتسكر تبطل القادسية يغير محترفين يجيب محترفين يعني هو القادسية هو القادسية قدام الكويت هو القادسية بس انت شنو ما فيك الحين انا ان شاء الله راح افوز شلون انت حاط جول واحد ابو سعيد اول واحد ان شاء الله حاط بدنغات القادسية وهو الفريق اللي يحسب له حساب ورب الكعبة يحسب حق منه ورب الكعبة حساب لا لا احسب حق العربي كابون سالمين رب الكعبة القادسية ما احسب لانك ما تحب القادسية هو ما احب القادسية لا انا ما تحب لان انا مع احترامي كل الاندية انا منافسي الوحيد العربي مو القادسية بس اي والله العربي هل اقول لهم انت هالسنه منافسي الوحيد العربي انت هالسنه سنه غير وغير وغير ثلاثيه ورباعيه باذن الواحد الاحد ان شاء الله وكالعاده ما في شيء جديد
انت تلعب قدام الكويت تخسر صح؟ لا 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 صح ولا لا؟ لا لا بس طول صح ولا لا؟ طول بالك انت الحين فايز ولا خسران؟ الحين احنا ما انتهت المباراه اول شيء. اوكي الشوط الاول انت شفت اداء القادسيه شنو؟ بعدين للحين للحين ما انتهت المباراه لسه ما انتهت بس هم سجلوا بهجمه. اوكي الشوط الاول الكره شنو؟ هجمه الكره اهداف بس الحين الحين احنا المباراه ما انتهت. اوكي احنا المستوى اللي بيلعبوا فيه القادسيه ايه؟ بعد توقف وبدون مدرب ممتاز. الله يعني احنا بنلعب يعني انت هو راضي انت راضي تخسر قدام الكويت؟ انا المستوى الشوط الاول طول بالك ايه؟ مستوى الشوط الاول ايه؟ اي راضي فيه. انا قلت ثاني مستوى الشوط الاول انا راضي فيه تماما. حلو. لا 11 لاعب ابطال بيلعبوا بدون مدرب. حلو. ممتاز احنا من الموسم اللي طاف معنا مدرب. حلو يعني القادسيه حيل اكبر. قول ما اقدر. لا 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 قول ما اقدر. الكويت والله يا جماعه اسمعني ابو سعيد ايه؟ الكويت فريق فارق فنيا والدليل الشوط الاول القادسيه لعب بالضغط العالي هجموا هجمه من ضربه ثابته. حلو. يا ريت هجمه ملعوبه. اخر شيء منو فاز؟ منو فاز؟ لا 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 الحين ما حدا فاز. ايه؟ الحين احنا فيها احنا فيها بنلعب بعشرة. احنا كلنا بنعرف القادسيه بثمان لاعبين بيكسر راس اكبر نادي. لماذا انت زعلان؟ لانك انت دائما تخسر. لا لان كل سنه اتمنى الموسم يصير ارخى اشوفه يصير اهبط من ناحيه. هذا مو مستوى حكام يوصل. اجنبي انت قاعد تتكلم. اجنبي خلك اجنبي. شنو شوف رقد حكم ولا محاكم؟ ايه؟ شنو وظيفته حكم؟ لا يعني مو مح... يعني مو مو مهيئ حق هذول الفريقين. ايه؟ اعلى من الحكم من الاخر من الاخر. اعطيك يعني انت الحين مو زين عشان الحكم مو زين صراحه. أنا؟ يعني انت ما تفوز عشان الحكم مو زين؟ لا 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 انا مأدي وانا اعتبر نفسي افضل من الكويت. وفوز ضربه حظ حطها جول. شوف اول انا ماكله مقعده بمكانه. ايه؟ بس ما مو عقدتك ما في ما في لا 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 ما عندي عقده ما عندي عقده كله. انا عقدتي بس لما الحكام والاتحاد يصير حقاني هذا عقدتي بس. بس متى راح تفوز على الكويت؟ افوز على الكويت متى؟ اذا ما تحط لي تحكيم وفهمها. لا لا وفهمها هنشوف. يعني انت حكم واضح حكم واضح طرد من برا اجنبي ما يصير. هي مشت الكره. حلو يعني طرد سبب الخساره؟ اكيد سبب الخساره. انت قبل الطرد ليش ما قلت؟ انا طول الوقت انت قبل الطرد وين؟ ضاغط انا ضاغط ضاغط سجل ضاغط سجلت بس قاعد اطيح بس هذا ما اقدر. هذا بدايه الدوري باقي ثلاث مرات لازم ثلاث جولات تلعب مع الكويت. ايه وراح تشوف وراح تشوف القادسيه الصح. حلو قول لهم انت شنو هسه؟ هالسنة شنو منافس؟ السنة القادسية راح ياكل كل البطولات على اي اساس؟ انا قلت لك قبل عشانك تذكر كاس الامير ولي عهد راح ناكله كله. حلو. الحين راح ناكل كل الدوري. انت ما تقدر على الكويت صح كلامي ولا لا؟ صح كلامي صح. ليش؟ انا التحكيم ها والله ما يصير كل شيء نحطه على التحكيم. ريال مدريد ونادي الكويت ايه هم نوادي التحكيم. الحين الحكم من اللي اختاره ويابه؟ يعني الحكم موقوف اسباني؟ اكيد موقوف موقوف. ابي من اللي اختاره؟ ايه انزين انت قاعد تشوف اللعب منو الافضل؟ ايه؟ انت قول لي عطني منو الافضل؟ انا اقول لك الغاتسي افضل مو عشان فريقي. ليش ما سجلت؟ افضل انت مو زين؟ مو زين. ليش ما سجلت؟ حط ها واذا ما واذا ما خسر ما فوز. انت ما ضيعت فرص. انت لمن يعني الحكم شنو اثر عليك غير الطرد؟ الحكم غير الطرد معنوي. انت قبل الطرد وينك؟ معنويه اللاعبين معنوية. لمن تعطي فاول ايه؟ يا اخي خليك منصف. حلو تعطي كرت خليك منصف. حلو احنا لا ماشيين ويانا الحكام الاجانب ايه؟ ولا راضين بحكام الكويتيين. حلو ايش اقول لك؟ في مشكله ولا فيه. والله ما في مشكله. احنا فريقنا بالعكس انا فريقي افتخر فيه وفريقي الافضل. معنا الفنان الكبير عبد الرحمن العقل واكيد نتيجه اليوم ما عجبتك لا اكيد ما عجبتني. ليش؟ اللعب لنا شلون الجيم الاول كله الجيم الكره شنو عفسوا ما يخالف بس الظاهر يا ريت يعني اخوي وعزيزي الدكتور صديق يعني عيد حساباته بعمليه التغيير اللي صار في تغييرات كم تغيير مو صح. حلو مو صح. لكن الباجي لا انت مو خطر على الجول. ها انت مو خطر شنو مو والله مو خطر الجيم انت وصلت 18 حبيبي ايش فيك الجيم الاول كله لي انا الجيم الاول ده تسجل مو ما سجلت بس انت شايف انت الشمس ما تغطى من الخل الحمد لله قدامك اللعب كله من الف الى ياء كله لنا احنا بس ما ترى الكل هذه بدايه شنو اليوم زينين والله انطر لي قدام شوي ان ما اعطيناهم قصه مو بس حق القساويه اللي زعلانين شو تقول لهم لا تزعلون ترى فريقكم زين واقسم بالله فريقنا زين وان شاء الله اللي قدام بتشوف شيء اللي يصيركم الكويت مو عقده ها الكويت مو لا اليوم مو ذاك الزود لك من نادي الكويت. لا والله شوف احبهم وعزيزين علي وهم وادارتهم ربعي الا ان اقول الصج والله
مو هذاك الفريق اللي وقف قدام الغازيه. ومعنا طبعا والد اللاعب عموري اليوم فرحان طبعا. طبعا اكيد اكيد, أكيد. اول مباراه في البطوله, مباراه مع فريق كبير, مباراه حماسيه جماهيريه طبعا, صعبه جدا جدا جدا. عموري عامل ايه؟ يعني الحمد لله لسه بدايه الموسم, يعني لسه هو نعتبر هو نهايه فتره اعداد وبدايه موسم مع فريق كبير ليه حسابات ثانيه, بس الحمد لله فوز طبعا. هاي نقول ايه عشان الزعامه وتستمر الزعامه وثلاث نقط كده يعني يدونا اياها حقيه تاخدوا الدوري السنه دي. انا والله نتمنى. هو وضع, بس اقول لحضرتك حاجه, واضح ان المنافسه هتكون كارثه بين القدسيه والكويت والعربي والسلميه بسم الله ما شاء الله. يعني معظم فرق السنه دي دعمت وتدعمت كويس جدا. طبعا انا شايف التدعيمات. دعمت عموري انت ولا لا؟ نعم, ده انا بدعمه معنويا وكل حاجه. الله يخليك ربنا يكرمك. واليوم شنو؟ اليوم الخميس شق الانفس. يوم خميس بشق الانفس صح. العادة أربعة. لا 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 والله شوف, مو ياخ مو ياخ قرارات تحكيمية. أي قرارات تحكيمية والله مع الرأفة. مطر ما طر أي طر ما فادك طر؟ أكيد فادني. قمنا نلعب فيهم لعبة آخر شيء. لا لا قاسية ماكو شيء. شوف الحين خلصنا منهم, عندنا لعبتين خفاف ناخذ فيها ست, وراح يقابلون العربي, العربي راح يدتشهم ان شاء الله. بعد بس اذا هو السيناريو لا منتهي هو قصه خالص. زين هم الحين خذوا من السالميه, خذوا من الكويت, خذوا ما بقى مكان. اخر شيء يعني معسكر اربع تعادلات يتفوز على الكويت كلهم. هالسنه رباعيه, كاس امير وكاس ولي العهد. لا مو رباعيه, خماسيه, لان في ولي عهد الشهر الجاي بعد خماسيه. حلو. فتاريخيه ومبروك الكويت ولا عزاء للي طفوا الليتات. وانتهت اليوم المباراة بفوز شنو؟ فوز الكويت على القادسية بشق الأنفس. مو بشق الأنفس بس. بشق الأنفس. شنو فايز 10 واحد. شفت الكورة ضيعها القادسية؟ كم هجمة ضيعها؟ شفت الكورة ضيعها القادسية؟ ضيع هجمة واحدة بس. شنو؟ أي هجمة؟ هجمة واحدة بس. أي هجمة؟ اللي بالراس بس. لا والله, واللي مالت بن رحمة اللي دبل كيك. ما تشوف أنت, ما شفت المباراة. لا 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 لا. أنت ما قاعد تشوف المباراة. أنا أدري. أنت تتحمس ما تشوف المباراة. نادي الكويت كعبة عالية على القادسية. الفوز أبو علي بحديقتهم. حديقتهم جاية, جاية لحديقتهم إن شاء الله. نادي الكويت كعبة عالية على القادسية. حلو. وكعبة عالية على الفرق الكويتية كلها. حلو. وبإذن الله الأربع الجاي راح نفرح وتفرح الكرة الكويتية بفوز نادي الكويت على الأهلي البحريني. حلو. نادي الكويت أنا أقول القدساوية اليوم جايين وجايبين بالرحمة جايبين لعيبة واجد, بس نادي كويت كعبة عالي عليكم وبإذن الله الدوري كويتاوي من الحين خالص. ماكو أنت يعني ما تعطي الناس يفكرون يلعب ولا أحد يلعب. خلاص انتهت من اليوم. انتهت. حلو. تجيب اللي تجيبه يا القدساوية. نادي كويت كعبة عالي عليك, كم سنة مفايز علينا. حلو. ورايحين لهم إن شاء الله بالقسم الثاني بحديقتنا اللي مصالهم من 2012 ما فازوا علينا, وراح نكمل المسيرة وبإذن الله نادي كويت بطل دوري. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم وراهم شو. انتهت القمة بفوز الكويت على القادسية بهدف وحيد. مبروك الكويت وجماهير الكويت, هارك القادسية وجماهير القادسية. دائما نقول لكم انتظرونا وترقبونا وتابعونا في وراهم وراهم شو, ومع السلامة. Show.